ايش كيف ادري كيف اقول لك، بس شوف انا ابغى سلف مبلغ وبرجع لك ان شاء الله. لا لا بقول لك شيء، بقول لك شيء، لا بنقص بنقص فيه، بنقص الاشياء. حلو والصراحة ودي سالف منك يعني إذا ممكن بس تكفى 6000 ريال، يعني إذا ممكن. صادق؟ والله أني صادق. والله وش فيك؟ ما بي شيء، بس أبغى صراحة، أنا عندي متورط في شغلة. أنا ركز دماغ. وأنا سود. وأنا حسام. أنا نوام. لا يفوتك مقطعنا اليوم غير، تابعوا قناتنا أمين جو. حبايب قلب اليوم راجعين لكم مقطع خرافي جدا مع حسام. هلا اليوم يا جماعة الخير، ناويين فكرة خرافية جدا راح يقولها لكم اليوم حسام. حسام تفضل. ما حد سواها، بس قبل لا نبدا يلا بسرعة حطوا لايك، يلا بسرعة بسرعة انزلوا، يلا يلا كل واحد يسوي لايك. الفكرة وش يا شباب؟ اقسم بالله قوية مرة، راح ندق على اهلنا واخواننا بنطلب منهم سلف. تمام؟ يا سلام. تمام، كل واحد وقدرته، يعني مثلا اللي يقدر يدفع، اللي يقدر على 1000 نقول له 1000 زي كذا. اللي بيسلفنا راح يتكافأ ب 500 ريال. والله له جائزة. واللي بيصرفنا ما راح ياخذ ولا شيء. الآن أصلاً مشغول الكلب. والله لو وريه سود. هلا والله سود، شلونك؟ سلامك. طيب. وينك؟ أنا مع أخوي راح نتمشى. والله. طيب اسمعني، أبعد عن أخوياك، أبغى أقول لك شيء أنا. اسمع، تقدر ابغى اطلب منك طلب، بس هل تقدر تسويها لي ولا لا الحين؟ ايه ضروري مره، محتاجه الحين، انا عندي فيه شيء ومحتاجه. وشو؟ ابغى سلف فلوس. ايوه. تقدر تدبرها لي، تشوف عند اخوياك شيء او انت من عندك؟ ابغى 2000 ريال. كم؟ 2000 ضروري الان، ما اقدر ادق على اهلي ولا واحد يرد الان. لا الحين. ايه أكلم لك الحين أمي. طيب. لا أنا كلمت، كلمت ما له واحد يرد. أبغاك أنت من عندك أنت. والله ما عندي أنا. أحلف. والله. طيب أخوياك شيء ما تقدر تأخذ منهم، بس لا تقول راكان كذا، من عندك أنت. لا والله. مرة. صح. زين زين خلاص أجل. طيب اسمع. هلا. يا كلب يا سفلة. يا حيوان، انا قاعد اصور يوتيوب مره ثانيه، اذا طلبت منك شيء قلت تم. يا تم جد والله. هلا والله، كيف حالك؟ هلا والله. هلا والله سكت. وينك؟ بورتي. ايه عندك ركان ولا لا؟ بس ابيك موضوع بس خاص يعني، اذا تقدر. عملني بس، اذا تقدر، اذا ما تقدر عادي. وش بس عملني؟ والله مستحي صراحة، بس ايش كيف ادري كيف اقول لك، بس شوف انا ابغى سلف مبلغ وبرجع لك ان شاء الله. احسن كم بس؟ ثلاث. 3000. 3000 وبرجعها لك. ابشر ابد ولا يهمك. اليوم يمديك؟ اليوم. اليوم؟ اي ابشر ابشر، ارسل لي رقم حسابك بس انت مالك. انت تمزح معي ولا صادق؟ لا صادق. طيب ابغاها كاش، اجيك البيت؟ اي ولا تعال اليوم الكافي. الحين ما يمديك اجيك الحين، انا مره منزنق، ابيها ضروري. بس شف بس 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 بالله، بس بالله لا تكلم ركان ولا تقول له. لا ولا يهمك، انا مشتاق اخوانك حبيب. خلاص طيب. اسمع. خلاص بجلس وعندي كافي، لان انا الحين بتفوت والبس وطلع. خلاص متى الكافي؟ الساعة كم؟ بعد ساعة إن شاء الله. خلاص بكون هناك. تمام؟ لا حد يدري بالله، وبرجعها لك إن شاء الله. لا 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 لا. تمام. حبيبي. بنروح له. بنروح له بنشوفه بيصور. متأكد ولا لا؟ بس محزن والله. والله يا عبود أنا كل طفران. والله طفران والله. أصدمني صدمني، هذا كل يسويه والله كذاب. الله كذاب. طيب تو خلاص بدق على امي، قلت ترى بدق عليك، بدق على امي انا، امي والله امي بتثبت لي. خلاص اقول امي كم؟ اسمع 3000 ريال. 3000 ما اقول. بدق على الوالده يمين بالله بتثبت لي.
بتزبد لي. انت عارف انت والله بتزبد تقول لي كلام مره من قال تقول خرك يا سلك والله اسمع تسبك قرك عندك فا والله غايب تسبك. هلا يما كيف حالك؟ والله الحمد لله. وينك انت؟ طالع انا مشوار. وين المشوار؟ اخر صارت عندك. لا بس لا مشوار قريب وبجي. ايما عندك احد ولا لحالك؟ لا ما فيش يا ولد. ايما بقول لك حاجه بس لا حد يدري. خير عساك ان شاء الله خير. لا لا انا ابي منك سلف مبلغ وبرجع لك. تلفون ايه؟ ياك تحت المسلوق على سلف مره ما تسلف مخويك. مين؟ ما قلت له والله اني مستحي. ليش تستحي؟ همك تقدرين ما ولا لا برجع لك. نكتب عليك ورقه وتشهد الحين عندنا جنك. بس ابيها اليوم ضروري، ابيها اليوم ضروري. وش كم ميت ريال؟ 500؟ لا 3000. شو 3000؟ مرة. طيب كم يمديس؟ يمديني 1000 ريال. شو تسوي لها 3000؟ عطني بس شو تسوي بيها عشان اعرف. لا والله بس انا محتاجه، صار لي ظرف ومحتاجها. لا 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 مو بحادث. وش وجه علمني واعطيك، اعطني اعطيك 2000 او 3000. لا ابغى 3000. 3000 من وين الله يخلف عليك؟ طيب 2000 يمديك؟ 2000 ان شاء الله ترى بس اكيد كان 2000 انا من يركو طيب. وش الحادث اللي جاي؟ طيب اسمعي اسمعي. لا 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 اسمعي. ها. احنا نصور يوتيوب نختبر اللي يفزع لنا. لا لا بقول لك شيء، بقول لك شيء. لا بنقص بنقص فيه، بنقص الاشياء. حلو ولا تقص ولا عقاب ولا تقتلنا. لا يما خليني اكلمك. احنا دقينا على اهلنا كلنا، اهل ركان وكذا، اللي بيسلفنا بنعطيه فلوس جائزه. فترى بصور يما، ترى في تصوير. طيب يما خلاص اهدي، بس بصور ترى بحط سبيكر الحين اهدي. فايزه ولا فاشله؟ ابغى اروح مكلمني بيكم. خلاص هي الجائزه 500، الفايزه 500. طيب جاي اخذ سعود يا انا، سعود ولا انا؟ خلاص سعود ما فاز اصلا، عبد الله الى الحين عبد الله، احنا عبد الله بنقابله بنشوفه بيعطينا ولا لا. هو قال عبد الله قال بعد ساعه بدبر، بنروح نشوف هو صادق ولا لا. كوكي كوكي جنبي. خلاص خلاص يا ولد، يغسل الدوسه. خلاص ان شاء الله تسلم الجائزة اليوم. تبين شيء؟ خلاص ابشري. السلام عليكم. السلام. حياك الله. هلا والله سطام. يا هلا بالشيخ ركان. وش شلونك؟ والله بخير، بشرني عنك، عساك مرتاح. ابشرك الله ملك الحمد، الحمد لله. الله يسعد قلبك، معليش اني دقيت عليك بذا الوقت. ابد تزعيني، دق علي مثل ما تحب. يا ما العافية، بس والله العظيم ان عندي شيء الصراحة ودي يعني اقول لك، كانك يعني فهمت يعني مقام ابوي يعني. ابد احتزم ركان. الله يسعد قلبك يا رب. معليش اني بدخل عليك على طول، بس ودي اقول لك شيء يعني اذا ممكن بس تكفى. انا عندي متورط في شغلة ويعني وقلت يعني انا خايف، حتى ما ودي اكلم برضه حسام، فهمت؟ ولا ودي اكلم اي احد الصراحه، وقلت ما في الا سطام يعني ان شاء الله انك. يا ملعف الله يسعد قلبك. انا عندي مشكله ولازم اسدد اليوم، في عندي مبلغ وقالوا لازم تسدد اليوم يا ركان، اخر مهله. حلو. والصراحه ودي سالف منك يعني اذا ممكن بس تكفى 6000 ريال يعني اذا ممكن. صادق؟ والله اني صادق. أبشر. يا ملعافية صدق والله. أي والله أبشر. الله يسعد قلبك. يعني أرسل لك الحساب يعني سطام، معليش. تشتعوا ركان والله. يا ملعافية، أنا إن شاء الله إن شاء الله 3 شهور إن شاء الله بالكثير 4 شهور إن شاء الله أسدد عليك. أبد فجر راسك يا ركان. يا ملعافية الله يسعد قلبك. آمين. فيض الله وجهك يا سطام. هذا الموضوع والله. أي والله إن هذا الموضوع والله. أبد أبشر ركان الله يسعدك. يا ملعافية.
مع وينك؟ ها اقدر اجيك الحين ولا يعني ترسلها لي ولا؟ انا الحين ارسل لي الحساب حقك الراجحي؟ اي الراجحي على طول ارسلي. يا ملعب 6000 متاكد كلها بترسلها؟ ايش دعوه يا ركان؟ يا ملعب الله يسعد قلبك يا رب. الله يسعدك والله يا سلطان ما قصرت. انا اخذت موضوع كبير خوفتني الله يسعدك. والله انه موضوع كبير وقلت ما ودي برضه اكلم حسام يعني قلت خلني اكلمك ان شاء الله انك يعني تسهلها. ابد وصلت عندك. الله يسعد قلبك يا رب. يا ملعب يا شكرا شكرا لك. حياك الله الله يجزاك خير. مع السلامة. ايوه سلطان ايوه 6000 ريال يا العرب المحزن ابغيك جاب فلوس ابغى فلوسي والله ما زعل ودك عليه اقول له دق عليه ودك تغير عليك هلا مرحبا السلام عليكم بقول لك شيء بس لا تتكلم ها احنا مصورين يوتيوب نختبر الناس اللي بتسلفنا فلوس العرب يا سلطان والله فزعة اقسم بالله فزعة والله ما تدري تحلف والله العظيم اي انا احلف الموضوع كبير لكن والله انا يامر عرقبتي والله يا ما العافية الله يسعدك انا اقسم بالله انا خطيرة كيف يمشي والله يا ما العافية والله يا ما العافية الوقت والله اني اقولها صادق ولا فيها لا تمثيلية ولا شيء والله كان عارف ولا صادق والله اي بيض الله وجهك حتى الحين رحت انا واتسابي ثاني جوال ثاني رحت اشوفها هذه انتفت الحساب يعني هذا مش الحين واقلب ولا انت صادقين والله صادقين انها مستحيل والله ركن هنا اقولها صادق يا ملعافية كان في شيء غير هذا رحمتني يا ملعافية اقسم بيض الله وجهك والله بيض الله وجهك الفزع وما جيت انا محزمك انا قريبه ما راح المحزم الاول عز الله صادق اي والله عز الله اي والله عاقل ابد والله وصل عندي بيض الله وجهك اقسم بالله ما قصرت والله يا سلطان هذا كله تصوير ترى هلا معليش لا يصير مشغول ولا شيء لا والله بس نايم شوي ما مريح ايه معليش سم امر ما عليك عدو بس معليش اذا ودي اقول كذا بدخل على طول دايركت يعني ما ودي الف ودور الصراحه يبغى انا متورط في شيء وصراحه متورط صراحه يعني واحد يعني قال لي يعني عندك يعني مبلغ ولازم تسدد يا ركان ولازم تخلصه خلال 24 ساعه ولا يعني نوقف خدماتك ما اخذ احوالي يعني وكل شيء وانا صراحه نسيت اني ادفع له فقال ما يعني طولت علينا ولازم تدفع وما ادري ودي وش الواحد وش السالفه داخل معه انا بشراكه بشيء وقال لي ادفع يعني حقتك وما دفعت شيء وشيء يبغى فلوس صراحه وفلوسك ما عندك فلوس عندي فلوس بس ما يكفي ابدا ما تكفي وباقي لي 20,000 اي ما عندك مشكلة خلاص متى يبيهن والله صدق يبا بس ان شاء الله ما عليك متى يبيهن خلال 24 ساعة يكون لازم اليوم ولا يقفل خدماتي قلت له بشوف انا بلال تكت يقفل ولا ما شد يقفل انت ايش حاط نفسك فيه انت يا ابوي معليش داخل في شغلة بس أنا آسف والله بس أنا قلت ما ودي أقول لك بس كبر الموضوع وقلت ما في إلا أنت يبغى أنك تضبطني خلاص أنا أشوف اليوم إن شاء الله يا ملعافية أضبط لك إن شاء الله يا ملعافية شكرا شكرا يبغى هلا والله مزعة والله مزعة يلا بشرالة يا ربي 6000 من سلطان أبوك كم 2000 2000 وأبوي 20 يا الله اخترعينا اخترعينا أمي دق أبط منزل 5000 ها سلام لا عادي أنا مستحي بنزل هلا والله يمه هلا ايه معليش دقيت عليك بوقت غلط شكله الكلاسي وهذا ابشري يمه معليش انا ودي اقول لك شيء الصراحه وما ادري تقدرين تفزعي لي ولا لا صراحه تورط في شغله لا يا بني من عيوني ابشر صدق والله يمه وش بك ما بي شيء بس ابغى صراحه انا عندي متورط في شغله اوكي بالله عليك
ايه متورط في شغله صراحه، وانا مناقصني فلوس، وقلت ما ودي اكلم على ابوي ولا اكلم احد صراحه، قلت ما في الا انت وما يمتي. شلونك تضبطيني؟ بابا تكبش عيوني سكين، يا بس سلي كذي لو بيع هذه والمساك علشان يا ما العافيه. تقدرين تضبط؟ ما بس انا صراحه يعني مبلغ وناقصني صراحه، وقلت لازم ادفعها خلال 24 ساعه هذه. وانا متو تبين ابيع سيارتي بعدها، تبين اللي تبي اللي تبي اطلع لك القارب، ابي شيء كم تبي؟ ما ودي اكثر عليك يما، بس ما وش في جهدي وش بك؟ لا لا وش واحد سمي احد اللي مكفيك شيء؟ لا لا وش سوريف، وش فيه كافي طيب؟ وش فيه ما في؟ لا يعني يعني بس انا احتاج فلوس صراحه، انا احتاج فلوس. كم؟ أبغى 10,000 ريال. تقدرين اليوم؟ بس أبشر اليوم يجنك إن شاء الله. صدق والله يما؟ إيه أبشر كافي، بس لا تصدق خوفتني وبيي والله خذني خذني. يا ما العافية ما يمتك، يعني صدق يما خلاص يعني أحتزم في خلاص اليوم. أبشر إن شاء الله. كم متى تبين؟ اليوم بس أهم شيء إنه قبل 12 يعني. أبشر كم إن شاء الله؟ عشرة؟ بس 10,000. أبشر يا ما العافية ما يمتي يما. كاش أجيبها؟ أي شيء تحويل ولا كاش؟ كله واحد. كل أول. صدق والله خلاص يا يعني خلاص. إيه أبى أسدد، أبى أبشر يا بس أسدد وخلاص إن شاء الله. يا ما العافية. طيب يما عادي قلت شيء؟ لا ما بشي بس بقول لك شيء يعني، ترى هذا تصوير مقطع وشكرا لك على الفزعة. يا ما العافية 10,000 يلعن ام الفلوس ما شاء الله. يا ما العافية يا ميمتي شكرا، ترى هذا يا ما العافية هذا قلنا ندق على اهلي وحسام يدق على اهله ونشوف من اللي يفزعون، وصراحة بيض الله وجهك على الفزعة يا ميمتي. يا عبدالله انت امس هرجتك اقول والله لو ايش يكون عيالي لقدمهم على نفسي. يا ما العافيه يا ما العافيه ما يمتي ما في احد يعني ان شاء الله يحتاج فلوس من الموضوع. يا ما العافيه الله يسعد قلبك يا ما يمتي تستاهل عيالي فلوس كلها، بس ابي اصفر يا بني والله ما اجي معلش اسفير والله ابشر على اصفر الحين نجيب لك ابشر. هلا والله وينك يا اخوي؟ البيت. وراك ما ترد؟ طيب شوفك مشغول. كنت قاعد اكلم. طيب اسمعني. ابغى اطلب منك طلب. بس لا تقول لحد تكفى زين؟ انا جيت ابغى اكلمك بشوف انت تقدر تدبرها لي ولا لا. وش؟ انا متورط تمام؟ ايه. ويعني ما في الا لين الساعة 12، يعني بعد 6 ساعات. الحين 6 المغرب. فابغاك تكفى تدبر لي فلوس، تقدر تدبر لي 4,000 ريال؟ 4,000. 4,000 من وين ادبر لك؟ شف اي شيء يعني ابغى انا ضروري ادور يعني لازم ما عندي الا انت صراحه، ولا ودي اقول لاي احد. وش فيك؟ عندي شغله ضروريه لازم ادفعها اليوم، قلت لك لين الساعه 12 تقدر؟ اوكي بشوف لك. يعني تقدر ولا يعني كيف؟ اي ان شاء الله اقدر. والله الكاميرات والله كلها طفت وجاب الليل خلاص باقي عبد الله عبود اللي والله ما يرد. انا ما ودي نهزم، انا ابغى انا بشوف اخر اتصال والله اخر اتصال يا جماعه الخير عاد خلاص. انت صادق قلت تستهبل؟ انا صادق والله انا والله انا محتاجها مره والله محتاجها مرة. أنا عند دا صا المهم إحنا نسوي مقلب، إحنا نسوي مقلب نختبرك. إحنا يقول لي ركان والله كذا. طيب تعطينا ولا بتسحب علينا؟ قل الصدق عبود عندك فلوس ولا بتسحب؟ قل الصدق. مقلب أعطيك 3,000 ليش إن شاء الله؟ لا صدق بتعطيني إياه؟ لا صدق والله تستاهل. ايه يا حسام وصل الفيديو 60,000 لايك والله بحق صدق 10,000 لايك. يلا يعطيك العافيه ابو شكرا لك حبيبي شكرا.
والله تعبنا قسما بالله. الله العظيم شكرا لكل واحد يعني صراحة فزع، بس سعود ترى الوحيد اللي ما فزع، بس شكرا للكل يعطيهم الف عافية. شكرا لهلك والله حسام، والله كلهم محازم والله ما شاء الله، يعطيهم الف عافية. وشكرا لكم انتم برضو، اذا عجبكم هذا المقطع اكتبونا تحت نسوي بارت ثاني، بس مو زي كذا، فكرة ثانية باذن الله. اذا عجبتكم هذه السلسلة على كلام ركان نسوي افكار غير بس نفس السلسلة هذه، والله ردة فعلهم حلوة. فشكرا لكم يا جماعة.